السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني بعد المباراة تاع بوركينا فاسو والتعادل، يعني وين أربع مواهب مرشحة لدخول قائمة بالماضي. احنا كاع العام نهضروا كيما هكا، بصح كنا نشوفوا قائمة معينة، قائمة يعني باينة 14 لاعب ملاح وروخرين لا سويت مستوى تحت المتوسط، يجيبوهم غير يعطيك يقعدوا في البنك ولا يقعدوا في الاخر. المهم كاين على هذيك، نقولوا بلي حنا نتمناو ان شاء الله بربي بالك تكون خاص قانون بهاماس الرجال اللي داروه باش نخدموا به، ماشي باش يستفادوا به ناس وحد اخرين. نورمالمون حنا نستفادوه حنا ما وليناش نستفادوا منه، حنا ما استفديناش منه، حنا من 2017 ما استفديناش منه قانون بهاماس. هذه باش يكون على بالكم، ما استفديناش منه كاع. على هذيك ان شاء الله بربي بالك هذا 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 التعادل امام بوركينا. خاص كاين بزاف اللي يقول لك اي درنا ماتش نيل ما تغرس بالدنيا، خسرت جوج نقط على بالك بلي خسرت جوج نقط، على بالكش بوركينا فاسو مات على فرحه. هو قلبك وانت خسرت جوج نقط، هو قلبك انت كنت رابح، قلبك وانت خسرت جوج نقط، هو راه معاك وانت خسرت جوج نقط. ما تقول شوف الله يرحم الشواب، كاين واحد الناس راهم يغلطوا في الشعب، انا شفتهم راهم يغلطوا في الشعب والله العظيم، لا يديروا لكم في المسكره، راهم يديروا لكم في المسكره وحرزوا روحكم. حنا كي راني نهدر الرب العالين، بغيت نربح سي بوا بيطون، نقلع كاع الزبر نقلو مال دروك. النيجر طامعين باش يديروا ماتش، باش يربحونا ولا يديروا ماتش نيل معنا هنا. كون ربحنا كنا نقطعهم قال لي ياس. دروك فطنا ناس بزاف فطنوا باه، خاطش علاه ما كان تغيير في الخطه في الشوط الثاني، ما كان تجديد، ما كان استدعاءات لاعبين يعني بقوه ليدخل يعطيك البليس، ما كاش تما كاين 11 باينين واللي قاعدين في البنك. هما ونهاراتهم ما نعرف هما ونهاراتهم بين هضروا الهضره. ناس كان اللي يخرج يقول لك انت هذا عدو بالماضي، واش دخلني في بالماضي، انا عاوز على ليكيب ناسيونال. اللي باي عبد بالماضي لا يسهل عليه، انا باي تعبد بالماضي لا يسهل عليكم. وانا ما كاش اللي يجي يقول لي لا خط احمر ولا خط ابيض ولا خط بنفسجي ولا قوس قزح، انا خاطيني هذ الصوالح ما تربيناش هذ الصوالح. حنا تربينا بلي انا نعرف حاجه، عندي حيه، عندي هذا الاعلام، نبغي هذا الاعلام نشوفه. انا المهم انا مازلت لليوم كاين واحد البارتيات مازالوا الان غايضيني واحد البارتيات خسرناهم، مازالوا الان غايضيني بارتيات اللي كاين بارتيه اللي عندها 20 عام مازالت غايضتني لليوم غايضتني. انا حوش نفهم، انا نحوس على ليكيب ناسيونال تروح تربح، نحوس على ليكيب ناسيونال تروح قطر، كاين قطر روحوا لقطر، هذه اللي نحوس عليها. خاص الناس راهم من 2019 روحوا نديروا، يخرج لك جوار، نجيبوا الزوجة، نجيبوا الكحلوشة ونجيبوا البلوندة، قالها معتوه رفدوها الأغبياء، كوب دافريك كوب ديموند روحوا نجيبوهم. يا ودي صاحبي تا ولينا دروك، انت دروك إذا ما تربحش دير أكسيدو مع بوركينا فاسو، غادي كي نروحوا لكوب ديموند ما غادي نسيبوا المستوى تاع بوركينا فاسو، غادي نشوفوا التريب تاع بوركينا فاسو. ماتش دو باراج على بالك، ماتش دو باراج كي يتلعب على جزيئات صغار برك، يتلعب على كيما الفينال، البولة طلعت في السماء وهودت بنت، أيوم موراها مكاش تتلعب كيما هاك، يتلعبو ماتش دو باراج يتلعب على جزيئات صغار مكاش كاع. والله يجعل بوركينا فاسو كاش ما دير ماتش، ولا إلا جاتنا لهنا وجاو معانا وجاو معولين نشربوا شويه من الكاس تاع الماء ان شاء الله نربحوا، بصح نشربوا من ذاك الكاس تاع ماتش دو باراج اللي جاي، نعرفوا روحنا
هذه باش نقولها لكم. حنا المهم ان شاء الله يا ربي خاطش عليه لازم نحضروا كيما هكا، خاطش ناس ما ولاوش يحضروا هذه الحضره، لازم نحضروها، لازم نبينوا باللي يا ودي مكاش والو، نعرفوا الربح ولازم اللعابه. لازم مشي تقول لي انا خط احمر جامع بالماضي حنا ماناش نقولوا طردوا، شكون يقول طرد جامع بالماضي؟ شكون يقول جامع بالماضي كي والو؟ لا انا نقولوا لازم مستوى عالي، مستوى اول، جيبوا لعابه. لي يقول لك جيب اللعابه للمنتخب الوطني، نكره ليكيب ناسيونال، ما نكرهش ليكيب ناسيونال، بصح اللي كانوا يقولوا لكم هاد الايام 2019 2020 لا خلوها كيما هاك، لا ما تجيش فيها جمال، ما تجيش فيها جمال، انت ياكل معاك البيض في الدار، جمال ما تجيش فيها، هذو اعداء هذو. يا ودي بنادم اللي يقول لك روح جيب، خاطركم جيتوا تعرفوا البوله، ما تقولوا ما تهدروش الهضره، تعرفوش البوله انتوما، تاع حيط خلصها، تاع حيط هذا مكان، تطلق فيديو تقول تقار عليه وين يطلع، هذا مكان تهدرش حاجه من قلبك، تهدر حاجه على السؤال ده، هذا مكان. وين تعادل المنتخب بوركينا، المنتخب الوطني بهدف لمثله امام منتخب بوركينا فاسو في الجوله الثانيه، ومن المنتظر ان يمنح بالماضي فرص لبعض المواهب الجديده، خاصه وان المنتخب الوطني على موعد مع تصفيات كاس العالم قويه، وايضا كاس بطوله امم افريقيا، بالاضافه الى احتفال مشاركه ببطوله كاس العالم في 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 حال تاهل المنتخب، وهو الامر الذي قد يجعل بالماضي يفكر في استدعاء بعض المواهب مزدوجه الجنسيه لضخ نفس جديده في المنتخب، خاصه بعد التعادل مع بوركينا فاسو. واليكم ابرز اسماء المرشحه للمشاركه مع الخوض مستقبلا: رومان فيفار، متوسط ميدان نادي بريست الفرنسي، صاحب 20 سنة، يقدم لعاب مستويات كبيرة منذ الموسم الماضي، وبنسبة كبيرة سيلعب موسم مقبل في فريق كبير. يانيس حميش، يقدم صاحب 24 سنة مستويات رائعة بالبطولة البرتغالية هذا الموسم، ويبقى من الأسماء المرشحة بقوة لتدعيم الجهة اليسرى للدفاع الخضر. هذا حقروه، هذا على بالكم أودي، خلينا معلش سكتوا خير. حكيم زدادقة، يعتبر صاحب 25 سنة من أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي الحالي، يقدم ظهير أيمن الجزائري بداية موسم رائعة مع ناديه الفرنسي، والذي حقق معه الصعود إلى الليغ آن الموسم الماضي. هذا كاي واحد لي بوست، واحد لي بوست لازم ما يجيبوش لعاب مستوى، ما يطيحش أصنام، كاين واحد الاصنام في ليكيب ناسيونال باش ما يطيحوش، كاين اللي ما يعيطولهم باش يكون على بالكم. رايان ايتنوري، يبقى اللاعب بولامتون الحالي، هذا هدر قال ما نجيش، هذا فينك هدر قال ما نجيش، زداد قال ما نجيش، حميش قال هاو دعمي هاو عيطولي هاو دعمي راني عارف روحي نشوف في بلاصتي كاين هاو عيطولي، هذا فينك رايان ايتنوري فينك قال ما نجيش، فين قال ما تعيطوليش قالها مالكم يا جماعه. وهو يعني فولانتون الحالي وانجي سابقا احد حلول الناخب الوطني جمال بالماضي، وينشط ايت نوري صاحب 20 سنه في المركز الظهير الايسر. خامسا ياسين عدلي، انتقل رسميا صاحب 21 سنه الى نادي ميلو، الى انه سيلعب هذا الموسم في نادي بوردو الإعارة، سيكون أحد اللاعبين المرشحين بقوة للالتحاق بالخوض مستقبلا. حنا هذو رانا في ثلاث سنين ولا رانا نهضرو عليهم، هذو رانا في ثلاث سنين، عوار أيتنوري قويري ياسر العروسي، هذو رانا كاملين دولة، بصح شتايا لا كانوا يخرجوا علينا ناس يقولك هذا عدو الفريق الوطني، راه باغي يجيب لعابه في طور اخرين يزحفوا في طور لابيسين ما تعمرش ما نتوما اللي خليتو الامور هذه، تولاو ناس ما يلعبوش في ليزيكيب تاعهم يجيو يلعبو تيتيلا في ليكيب ناسيونال، كاين اللي ما كانوش يلعبو بصح ساكتين على الحق، يعني الشيطان الاخرس، انا كنت نقول بلي هو نورمالمون بن عمري ما كاش بن عمري، كيف انت ما تلعبش تجي تلعب تيتيلا؟ علاه ما عندناش الجزائر ما ولدتش
ولا ولد غير بن عمري يحب بن عمري. لا على ما تهضروا هاشي، على تكذبوا على الناس، على تكذبوا على الناس.